لا تقتلني بسمك، الحلقة الأولى. في العام 72 900 و1000 كان عزيز العطار ضمن خريجي المدرسة العليا للهندسة بباريس، وكما هو حال شبان مغاربة كثيرين قرر وقد أنهى دراسته وحصل على دبلوم مهندس أن يعود إلى أرض الوطن علّه يجد وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية في إحدى الوزارات. كانت هناء المسرور الشابة المغربية التي تعرف عليها خلال سنوات الدراسة قد أنهت بدورها مشوارها الدراسي وتخرجت من كلية الطب متخصصة في أمراض النساء والتوليد. كان هو ينحدر من فاس بينما كانت عائلتها هي في صفرو، وقد اتفق الشابان على الزواج مباشرة بعد أن يحصل على وظيفة. في سبعينيات القرن الماضي كان الطلب كبيرا على الأطباء والمهندسين، ولذلك سهل على عزيز العطار أن يجد وظيفة في وزارة الأشغال العمومية، وتم تعيينه بمندوبية فاس، بينما تم توظيف هناء المسرور في مستشفى الإدريسي. كانت قصة جميلة قصة الشابين عزيز وهناء، كانا سعيدين وهما يعدان لحفل زفافهما تتويجا لحب واكب سيني الدراسة. في صفرو على مدى سنوات ظل عرس هناء مضرب المثل. استقر الزوجان في فاس، كان يسكنهما طموح لا حدود له. كانت هناء تحلم بامتلاك مصحة خاصة، بينما كان عزيز يطمح إلى المراتب الأعلى في وظيفته، ولذلك اختار الانخراط في أحد الأحزاب السياسية. كثيرون ممن ارتقوا السلاليم مروا عن طريق ذلك الحزب. بعد 3 سنوات استطاع عزيز عن طريق العلاقات الحزبية وأيضا عن طريق العلاقات التي أتاحتها له وظيفته أن يجد فرصة من ذهب في الرباط. كان طبيب فرنسي يريد بيع مصحته في الرباط، إذ أراد أن يستمتع بالتقاعد وبما ستصرفه له إحدى شركات التأمين بعد أن تقدم به العمر. وقد تمكن عزيز وزوجته من شراء المصحة بثمن أكثر من مناسب، وحصل لأجل ذلك على قرض من إحدى المؤسسات البنكية. استقالت هناء من وظيفتها كطبيبة بوزارة الصحة، وتسنى لها بفضل العلاقات التي صارت لزوجها الحصول على ترخيص باستغلال المصحة التي صارت من بين الأشهر في طب النساء والتوليد. طبيعي أن يسعى عزيز للالتحاق بزوجته، وعبر قنوات حزبه الذي كان نافذا تمكن من الحصول على تعيين في مديرية الطرق بوزارة النقل، حيث تم تكليفه بالإشراف على واحد من أهم الأوراش التي برمجت لأواخر السبعينيات وكانت محط اهتمام كبار المسؤولين. رأى المهندس الشاب أن المهمة الموكولة إليه تعتبر فرصته للتألق والظفر بمنصب أكثر أهمية، ولذلك خص ذلك المشروع بكامل اهتمامه وصرف من أجله كل ما لديه من خبرة وجهد. كان الأمر بالنسبة إليه كما بالنسبة للإدارة المغربية ضربا من التحدي، تحدي للمهندسين الفرنسيين الذين ذاع بينهم خلال تلك الفترة التهاون وعدم التعاون مع السلطات المغربية على الوجه المطلوب. في تلك الفترة كانت الدكتورة هناء المسرور قد تمكنت من ترسيخ مكانة مصحتها في المجتمع الرباطي، وكان الإقبال كبيرا ويدر أرباحا طائلة. اقتنى الزوجان بقعة أرضية من 5000 متر مربع في حي السويسي، وبسهولة حصل على قرض وباشر الزوج بناء مسكن فسيح الأرجاء يليق بمكانتهما الاجتماعية. كانت الأشغال تتقدم بسرعة. بعد 1.5 عام كان المسكن الفخم جاهزا. لما انتقل للعيش فيه كانت هناء حاملا، لم تكن تفصلها عن موعد الوضع سوى 3 أشهر. نجح عزيز في مهمته وتم إنجاز المشروع على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف، وتم تعيينه مديرا للبنايات العامة في وزارة النقل. صار من سام الموظفين وفي صف المسؤولين الذين يرتكز عليهم في عمل وزارة النقل. وضعت الدكتورة هناء مولودتها وسمتها سعاد، كانت تريد إبراز تيمنها بالسعادة التي تحفها. ما أن انقضت 3 أشهر حتى عادت الدكتورة هناء إلى عملها. كانت تشرف على إدارة المصحة، وفي الآن نفسه كانت تزاول مهنتها كطبيبة أمراض نساء وتوليد. كان برنامج عملها مرهقا،
ولا تكاد تحضن طفلتها سوى لبعض الوقت في آخر المساء لما تعود إلى البيت. في أحيان كثيرة تتطلب حالات مستعجلة أو ولادة مستعصية بقاءها في المصحة حتى جوف الليل. لم يكن عزيز بالأحسن حالا، ذلك أن طبيعة المهام الموكولة إليه تملي عليه التنقل بين الأقاليم لتفقد الأوراش وسيرها والإشراف على بعض الدراسات الميدانية. نحن الآن في العام 80-900 وألف. صارت الطفلة سعاد تبلغ من العمر عامين، فتحت عينيها بين أحضان المربيات والخادمات، كنا تتولين كل شؤونها. كذلك مرت الأعوام وتعاقبت السنون، كبرت سعاد ولم تتعود أن يرفض لها طلب. كانت المربيات والخادمات تخشين إغضابها لأنهن تعلمن أن إغضابها قد يعني إغضاب والديها، وإذا ما غضب فإن ذلك يعني بكل بساطة ضياع لقمة العيش. كذلك كانت تخمن المربيات والخادمات، بينما كان والدا سعاد عزيز وهناء يريان أن مهمتهما الأساسية هي توفير كل ما تحتاجه ابنتهما، كان ينفقان عليها بسخاء. لما صارت سعاد في سن المراهقة وما يعنيه من تقلبات في المزاج والأحوال وإصرار على الانسلاخ من عباءة الأبوين، صارت لها صديقات كثيرات ورفاق كثيرون. كانت تصاحب المراهقين من زملائها في المدرسة وتستبدل الواحد منهم بالآخر كما تغير أحذيتها. كانت رهن إشارتها يوميا مبالغ هامة، وكانت تنفق بسخاء يشبه الجنون. ولما ذاع أمرها في الثانوية صار الشباب يتهافتون على ودها، ينالون من جمالها وفي أسوأ الحالات من مالها. كل ذلك كان يحدث والأب المهندس عزيز وقد ارتقى السلاليم منهمك في أشغاله، والأم الطبيبة هناء لا انشغال لديها سوى تحسين مردودية مصحتها والحفاظ عليها. صار مألوفا أن تصطحب معها إلى البيت أصدقاء وصديقات، ثم شيئا فشيئا صارت تدخن ثم تشرب الخمر. في العام 96 كانت سعاد في 18. في غفلة من والديها راكمت الإخفاق تلو الإخفاق في الدراسة. لما تفطن سعيا إلى تدارك الأمر، قرر إرسالها إلى باريس حيث ألحقاها بمدرسة خاصة. كان عزيز قد تولى المسؤولية الأولى في الوزارة، وكان يخشى أن يقال إن بنت الوزير فاشلة. تتبع سير دراستها في السنة الأولى حيث تمكنت من الحصول على دبلوم أهلها لولوج الجامعة، وستثبت الأيام أن أحوالها لم تتحسن. صارت تتعاطى للمخدرات الصلبة، تعاقب عليها شبان كثيرون استفادوا من شبابها ومن أموالها. كان والدها كما والدتها يريان ضرورة أن تترك لها فرصة للتصرف ومواجهة واقعها لتكتسب الدربة والتجربة في مواجهة المشاكل التي قد تعترضها، كذلك كان يفكران. وبالرغم من تهاونها في الدراسة فإنها تمكنت من الحصول على شهادة، لم يكن لديها في الواقع ما يقابل ما تشهد به الشهادة. صار بقاؤها في باريس يهدد مستقبلها في الصميم، ولذلك سعى والدها من موقعه الرفيع أن يجد لها منصبا في الوظيفة العمومية، ولكنها كانت ترفض وبإصرار. في النهاية قررت والدتها أن تعينها مديرة لمصحتها وبأجر شهري جيد، فهل سيكفي ذلك لإصلاح ما أفسدته السنون؟ الحلقة الثانية والأخيرة. كان عزيز العطار وهناء المسرور منهمكين في أعمالهما. كان عزيز وقد صار المسؤول الأول في وزارة النقل يمضي أوقاته بين الاجتماعات مع المسؤولين في وزارته واجتماعات أخرى في الحزب السياسي الذي انتمى إليه بعد عودته من فرنسا. وكانت هناء تهب كل ما أوتيت من جهد وطاقة لمصحتها المزدهرة في الرباط. كان انشغالها عن ابنتها الوحيدة سعاد قد جعلها تحيد عما حلم لها به، وما أن بلغت المراهقة حتى انغمست في التدخين وشرب الخمر واتخاذ العشاق من بين زملائها من المراهقين. لما أوفداها إلى فرنسا بدعوى تمكينها من أجواء أفضل للتحصيل والدراسة،
صادفت من قادها إلى سبيل الإدمان على المخدرات الصلبة. حصلت على شهادة لا تعكس في الواقع ما تشهد به. عادت إلى الرباط، حاول والدها الحصول لها على منصب في الوظيفة العمومية، ولكنها كانت ترفض وبإصرار. ثم اضطرت والدتها إلى توظيفها في مصحتها، اتخذتها صوريا مديرة للمصحة. ومنذ الأيام الأولى لتوليها منصبها الجديد، بدا تعاملها بتعال مع العاملين في المصحة بمن فيهم الأطباء. أكثر من ذلك، صارت تتحرش بكثير من الشباب، ومن كان يرفض الانصياع لها تدفعه إلى الرحيل. استشعرت أمها خطورة سلوكها على سير المصحة، ولذلك طلبت منها ألا تأتي إليها، ووعدتها بأنها ستحتفظ لها بالأجرة الشهرية التي تصرفها لها. منذ ذلك الحين صارت سعاد لا تستيقظ من النوم إلا عصرا، ثم تغادر فيلا العائلة وتنصرف لقضاء ساعات المساء والليل متنقلة بين حانة وملهى، لا تعود إلى البيت إلا بعد أن يقترب الفجر. تدخل غرفتها، تغلق الباب، ثم تنام. قضت على ذلك الحال بضعة أسابيع، ثم لم تعد تلاقي الإقبال الذي كانت تلاقيه في البداية، ولذلك صارت تتحرش بالسائقين الذين يعملون في منزل أسرتها. كانت تنتقي الشباب منهم، وكلما قضت من أحدهم وترها افتعلت مشكلة لطرده من العمل. وكثيرا ما كانت تصطحب معها عشاقها إلى البيت. كانت الخادمات خاصة تراقبن ما تقوم به الشابة، ولكنهن لم تكن تجرؤن على الكلام. الصمت لمن في مثل أوضاعهن طوق نجاة، وحين يتعلق الأمر بلقمة العيش يتعين الحفاظ عليها بكل الوسائل، فما بالك حين يكفي عدم تدخل المرء فيما لا يعنيه. تخطت سعاد كل الحدود، وصارت أصداء سلوكها ومغامراتها اليومية في الحانات والملاهي الليلية تصل تباعا. أحس والدها بأن ابنته صارت مصدر تهديد لمساره المهني فضلا عن سمعته، بل لقد تم استدعاؤه وتنبيهه إلى الأمر، وكان عليه أن يبحث عن حل للمشكلة. متأخرا اكتشف الأب أن ابنته الوحيدة صارت مدمنة الخمر والمخدرات الصلبة، ولذلك التجأ إلى إيداعها مستشفى برشيد بعيدا عن الرباط وبعيدا عن المحيط الموبوء الذي كانت ترتاده ويرتادها. مكثت 3 أشهر رهن العلاج من الإدمان. كانت حالتها تتحسن، وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها لن تعود إلى ما كانت عليه. لما غادرت مستشفى برشيد، اتخذت الدكتورة هناء من ذلك اليوم مناسبة أقامت فيها حفلا في منزل العائلة، وقد رتبت من قبل مع إحدى زميلاتها لقاء يشبه الصدفة بين سعاد وشاب من عائلة محترمة. كان الغرض خلق الأجواء لعلاقة يكون مآلها الزواج. بعد جلسة التعارف قرر الشابان اللقاء منفردين. يومها اشترطت عليه إن أراد الزواج منها أن يلتزم بعدم التدخل في علاقاتها الخاصة، فضلا عن أنها قالت له بصراحة ليس بعدها صراحة إنها إن وافقت على الزواج منه فإنها ستكون فعلت إرضاء لوالديها. أصابت كرامة الشاب في العمق، ولذلك وهل كان ممكنا تصور قرار آخر، قرر الانسحاب وطوى الصفحة. عادت إلى سابق عاداتها، عادت تلاحق الشباب لإشباع نزواتها. في تلك الفترة التحق ببيت عزيز العطار شاب للعمل كسائق، كان له مستوى جامعي، وبما أنه لم يتمكن من الحصول على عمل فقد قبل بالعمل كسائق ريثما يتيسر له الحصول على عمل يليق بمستواه الدراسي. كان السائق الشاب يسمى عادل المرصافي. كان شابا ذا أخلاق وتدين، وكان يعاني من مرض في القلب يلزمه تناول دواء كل مساء قبل النوم، ولذلك ومنذ اليوم الأول أخبر المسؤولة عن العاملين في منزل السيد عزيز بأنه بعد أن يتناول الدواء لا يستطيع العمل. كان الشاب قد أحس منذ بضعة أيام بأن سعاد تلاحقه، هو يعلم مبتغاها، وقد حرص على أن يتجاهل ما ترنو إليه، وفي الآن نفسه كان يتفادى كل ما قد يحسب عليه إخلالا بواجبه المهني، ولذلك صار يؤخر تناول الدواء إلى ما بعد 11 ليلا. حين يتناول تلك الحبة ينام نوما عميقا،
ولا يستيقظ إلا بعد مرور 8 ساعات. ذات ليل صيفي بعد أن تناول دواءه، خلد السائق الشاب عادل إلى النوم وترك باب غرفته مواربا. اتصلت به سعاد بالهاتف ولم تتلقى أي جواب، وقد غاضها ذلك، خاصة وأنها عادت من جولتها المسائية خالية الوفاض. اتصلت عدة مرات وفي نهاية الأمر جاءت إلى غرفته، فتحت الباب، كان نائما ولم يكن يرتدي سوى تبان. حاولت أن توقظه ولكنها لم تنجح. لاحظت وجود علبة دواء على مائدة قرب السرير، أخذتها وصارت تقرأ المعلومات التي كتبت عليها. بقلم أزرق بخط اليد كتب عليها: حبة واحدة قبل النوم. كان في جملة المعلومات التي قرأتها أن الحبة من ذلك الدواء بعد تناولها مباشرة تجعل الشخص يغرق في نوم عميق لسبع أو 8 ساعات. وقتها فقط أيقنت أن عادل لن يفيق قبل الصبح. عصر اليوم التالي بعد أن استيقظت نادت عليه وبخته لأنه لم يجب على ندائها بالأمس. شرح لها قصته مع الدواء. مساء ذلك اليوم ارتدت ثيابا تشي بمفاتنها وطلبت منه أن يرافقها لقضاء بعض الحاجيات. لمس في لهجة خطابها لينا لم يعهده من قبل. عاد في 10 ليلا، مضت إلى غرفتها ومضى إلى غرفته، ولكنها اتصلت به هاتفيا بعد ربع ساعة وطلبت منه أن يأتيها بوجبة عشاء طلبتها من مطعم قريب. لما عاد طلبت منه أن يأتيها بالعشاء إلى داخل غرفتها، تردد، ولما نهرته انقاد. لما طرق الباب وأذنت له بالدخول وجدها عارية. ألقى بما في يده ثم أسرع نحو غرفته. دخل، تناول حبة الدواء، ثم بعد ربع ساعة كان قد نام. لحقت به في غرفته. لما دخلت وقد استعملت نسخة من المفتاح وجدته نام. صارت تحاول أن توقظه وكانت تقول إنها ستمنحه ما يريد لقاء ليلة يقضيها معها. لم يكن يجيب. أخذت علبة الدواء ومضت إلى غرفتها. كانت شديدة التوتر وأرادت أن تتخلص من حسرتها بأن تنام. أخذت 3 حبات وابتلعتها تباعا، ثم استلقت على الفراش. كان لباسها الشفاف يظهر تفاصيل مفاتنها. قبيل الفجر عادت والدتها الدكتورة هناء رفقة والدها عزيز من حفل كان مدعوين إليه. لفت انتباه الطبيبة أن ابنتها لم تطفئ النور في غرفتها. وبينما مضى عزيز توجهت هي إلى غرفة سعاد. فاجأها أن الباب مفتوح وأن سعاد شبه عارية مستلقية على الفراش. وقفت بالباب ونادتها، لم ترد. تقدمت، وضعت يدها على جبينها، كانت به برودة غير عادية. جست نبضها، كانت ميتة. حاولت الطبيبة أن تتماسك، نادت على زوجها. كانت أرضية الغرفة تعج بقنينات الخمر الفارغة وعلب السجائر. سعى الزوجان بداية إلى جمع كل تلك الأشياء التي تسيء إلى سمعتهما. اكتشفا علبة الدواء التي جاءت بها من غرفة السائق عادل المرصافي. نادت الطبيبة على رئيسة الخدم. لما سألتها عن الذي حدث قالت إنها نامت في 11 ولم تشعر بأي شيء. لما عرضت عليها الدواء قالت إنه للسائق عادل. أمرها عزيز أن توقظه. وجدته غارقا في النوم. اكتشفت بالقرب من فراشه ورقة مكتوبة بخط سعاد، لم تلمسها، وأخبرت سيد المنزل بذلك. مضى إلى الغرفة. كتبت سعاد في الورقة: أنا مستعدة لإعطائك كل ما تريد، ولكن لا تقتلني بسمك. لم تكن بعدها كلمات أخرى. رأى السيد عزيز ووافقته زوجته الدكتورة أن في تلك الرسالة ما يبرئ سمعة العائلة، واتفق على أن السائق هو الذي ناولها السم الذي قضى على حياتها. تم الاتصال بالشرطة. حضر العميد الإقليمي محمد البارودي ومعه عدد من أعوانه، ومنهم المسؤول عن فرقة مسرح الجريمة. لم تمكن المعاينة الميدانية من كشف أي بصمة غير بصمات الهالكة. ثم تم نقل الجثة إلى مستودع البلد للأموات.
سعى العميد البارودي إلى غرفة السائق عادل، كان نائما ولم تفلح المحاولات لإيقاظه. تم العثور بجيبه على وثيقة طبية تثبت حالته والدواء الذي يتناوله، وخلص الطبيب الذي فحصه وهو نائم إلى أن الرجل سيستيقظ بعد ساعتين، وكذلك كان. استجوب العميد البارودي ومساعدوه الخادمات اللواتي كن حاضرات، وقد رأى أن المسؤولة عنهن كانت متحفظة في إجاباتها، ولذلك قرر استدعائها إلى مقر المفوضية. كان المسؤول الكبير عزيز وزوجته قد أدليا بأقوالهما وسلما العميد الورقة التي اكتشفت في غرفة السائق، تلك التي كتب عليها لا تقتلني بسمك. لما أفاق السائق فاجأه وجود ذلك العدد من رجال الشرطة في غرفته، اقتيد إلى المفوضية حيث صرح بأنه نام بعد أن تناول دواءه كالمعتاد. ولما سئل عن سعاد قال إن آخر عهده بها لما أحضر لها وجبة العشاء، ولما ألح عليه المحققون باح بما كان يتكتم عليها وقال إنه رفض الاستجابة لنزواتها. أبلغ أنه متهم بقتلها بإعطائها من الدواء الذي يتناوله، إذ ذاك أدخل يده في جيبه وصار يصرخ أين علبة دوائي؟ قال له أحد المحققين إنها وجدت في غرفة سعاد وإنها تناولت منها أكثر من حبة فيما يبدو. صار عادل يعلن براءته من المنسوب إليه وبأعلى صوت. في مكتب مجاور كانت قد فكت عقد لسان رئيسة الخدم التي حكت تفاصيل ما كانت تقوم به سعاد، كما أثنت على سلوك عادل. سئل السائق عن تلك الرسالة التي تقول أنا مستعدة لإعطائك كل ما تريد ولكن لا تقتلني بسمك، أجاب بأنه لا علم له بتلك الرسالة، ولكنه أشار إلى أن سعاد كانت تناديه المسموم كلما أعرض عن نزواتها. ختم العميد محمد البارودي تقريره عن هذه القضية بأن رجح فرضية أن تكون سعاد عن قصد أو عن غير قصد هي التي وضعت حدا لحياتها. تمت إحالة الملف على وكيل الملك الذي قرر إخلاء سبيل السائق عادل المرصافي إذ لم يتوفر ما يمكن الاعتماد عليه لمتابعته. لن تكون هناك رابعة. الحلقة الأولى. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي باسم الصحوة الدينية وقعت انحرافات كثيرة، وتجرأ كثيرون على الإفتاء بدون علم، وفي الأحياء الفقيرة تلك التي غالبا ما تكون في هوامش المدن الكبرى تفاقمت المشاكل الاجتماعية. كثرت المطلقات اللواتي لم تكن لديهن وثائق تثبت الزواج، وكثر أبناء تلك الزيجات غير الموثقة الذين يحرمون من حقوقهم. فتيات كثيرات صرن ضحايا تزويجهن دون سن الرشد القانوني وبالتحايل على القوانين. كثيرات هن تلك الفتيات اللواتي تم تزويجهن وتطلقهن ثم تزويجهن في حلقة مغلقة من المعاناة. الذين كانوا يقومون بذلك ينطلقون من فهم للنصوص القرآنية خاص بهم، يؤولونها وفق ما يخدم مصالحهم الخاصة ونزواتهم. في أحد الأحياء الهامشية بالعرائش كان يعيش عبد الله الحامي، كانوا يدعونه الشيخ عبد الله. وقد اكتسب الرجل الذي كان قد استهل العقد السابع من عمره شعبية واسعة في حيه وفي الأحياء المجاورة، إذ كان يلقي دروسا في المسجد. ومع مرور السنين صار له أتباع كثيرون، وكان معروفا بأنه رجل مزواج لا تقل النساء اللواتي في ذمته عن أربع، يستبدل في كل مرة الواحدة بأخرى أكثر شبابا وجمالا. في صيف العام 2005 كان الشيخ عبد الله في جملة المدعوين لحضور حفل تسليم الجوائز للتلاميذ الذين تفوقوا في امتحانات البكالوريا، وقد حضر الحفل كبار المسؤولين في إقليم العرائش. كانت بين الفائزين فتاة اسمها وفاء الخباز، وكانت قد حصلت على المعدل الأعلى في البكالوريا على مستوى الإقليم، كانت في 17 من العمر وكانت ذات حسن وجمال. ارتقت الفتاة المنصة وألقت كلمة شكر باسم الفائزين. لحظتها أثارت انتباه الشيخ عبد الله الحامي، أعجبته، تركزت عليها كل اهتماماته. ثم لما نزلت وفاء من المنصة على إيقاع التصفيق
مال الشيخ جهة أحد أتباعه المقربين كان يجلس بجواره وسأله أن يستفسر عن الفتاة، طلب منه أن يأتيه باسمها وعنوان عائلتها. فهم التابع أن شيخه عازم على إضافة تلك المراهقة إلى زوجاته الثلاث، إذ كان قد تخلص منذ فترة قريبة من الرابعة. انتهى الحفل وانفض الجمع. في ذلك اليوم بعد صلاة العشاء توصل الشيخ عبد الله بكل المعلومات التي كان ينتظرها عن الفتاة، تلك التي ألهبت كل غرائزه وشغلت كل اهتمامه. قال له إن وفاء الخباز هي بنت بوجمع الخباز الفلاح الفقير الذي يتردد على المسجد. علم الشيخ أن الرجل من المواظبين على الصلاة وأنه في حكم أتباعه الكثيرين، استبشر خيرا. قال لتابعه إنه يريد خطبة الفتاة لنفسه. تظاهر التابع بأنه تلقى سرا من الشيخ فهلل وكبر وقال إنه لها. كانت وفاء كبرى شقيقاتها الست، إذ لم يكن بوجمع الخباز قد رزق ولدا، وكان يعمل بجد في مزرعته الصغيرة ليوفر لبناته كل ما تحتاجن إليه. وكانت وفاء وقد تفوقت في امتحانات البكالوريا تحلم بالالتحاق بالجامعة، كان طموحها أن تحصل على الشهادات الأعلى وأن تمضي في دراستها حتى النهاية، غايتها أن تخرج عائلتها من الفقر. في صبح اليوم التالي جاء تابع الشيخ عبد الله إلى بوجمع الخباز وأبلغه بأن الشيخ يريد خطبة ابنته وفاء. مضى الفلاح الفقير فرحا إلى امرأته يزف إليها بشرى اعتزام الشيخ عبد الله الحامي خطبة بنتهما البكر وفاء، ولكنه فوجئ بها وهي تبدي معارضتها. قالت إن للشيخ نساء ثلاثا وإنه رجل مزواج، ثم إن وفاء لا ترغب في الزواج الآن بل تريد إتمام مسارها الدراسي. أضافت أن الشيخ رجل مزواج، ثم إن فارق السن كبير بين وفاء ذات 17 ربيعا والشيخ الذي يحمل على كاهله 62 حولا. بعد تردد حاول بوجمع الخباز إقناع ابنته التي ردت بأن ما يعرضه عليها يعني الانتحار أو الإعدام. صار والد وفاء في موقف حرج إزاء شيخه عبد الله الحامي، ولكنه لم يجد من خيار غير إبلاغ الشيخ وعن طريق تابعه الأقرب بأن ابنته رفضت الزواج من الشيخ وأنها تريد إتمام دراستها. في تلك الليلة بعد صلاة العشاء جمع الشيخ رجاله الذين يعتمد عليهم في إنجاز المهام الصعبة. لم يكن له أن يقبل بسهولة أن يرفض له طلب، وخاصة من بنت ذلك الفلاح البسيط. وقد انفض الاجتماع بالاتفاق على زيادة الضغط على بوجمع الخباز حتى تلين ابنته، وقد وسوس أحدهم لبوجمع بأن يهددها بالسخط عليها إن هي لم توافق أن تتزوج الشيخ عبد الله. وكان الضغط الذي يتعرض له بوجمع من قبل زبانية الشيخ الحامي ينعكس ضغطا منه على زوجته وعبرها على وفاء. كان أتباع الشيخ يهددون بوجمعة بأنهم سيجعلونه معزولا بين ناس الحي. بعد أيام لم تعد وفاء تستطيع تحمل كل ذلك التوتر الذي يخيم على المنزل. كانت لها صديقة تكبرها بعام وكانت طالبة في كلية الحقوق، اتصلت بها ذات يوم وعرضت عليها مأساتها والضغوط التي تتعرض لها هي وأسرتها من قبل الشيخ عبد الله الحامي لحملها على القبول بالزواج منها. كانت نصيحة صديقتها إليها أن تعلن قبولها بالزواج من الشيخ، لكن وفق شرط أساسي، أن يكون الزواج موثقا من قبل عدلين وأن يكون ممهورا بموافقة قاضي الأسرة. علمت من صديقتها أن القانون منذ العام 2000 لم يعد يسمح بتعدد الزوجات إلا بعد إخطار الزوجة الأولى، بيد أن للشيخ عبد الله 3 زوجات ويريد أن يتخذ وفاء زوجة رابعة. رأت صديقة وفاء أن طرح ذلك الشرط الأساسي ربما أثنى الشيخ عبد الله عما يريد وكبح جماح نزوته. أبلغت وفاء والدها بأنها تقبل بالزواج من الشيخ، لكنها ترغب قبل ذلك في مقابلته في منزل الأسرة. طلبت من والدها ألا يتدخل في الحوار الذي سيجري بينهما. أسرع بوجمع الخطى إلى المسجد
وقف بباب الجناح الذي يسكنه الشيخ الحامي وزوجاته الثلاث. خرج إليه التابع الذي يلازم الشيخ، نقل إليه بجمع البشارة وأيضا شرط وفاء. بعد انتظار لم يكن طويلا أدخل بجمع على الشيخ الذي رد بأنه سيحضر في الغد بعد العصر ليقابل وفاء. تزينت الفتاة وتعطرت وتعمدت أن ترتدي من الملابس ما يشي بملامح من مفاتنها، ثم جاء الشيخ عبد الله. لما أخذ مكانه في غرفة الضيوف دخلت وفاء، هم الشيخ بالنهوض للسلام عليها، ولكنها تحاشته واتخذت مكانا لها في زاوية مقابلة له. باشرت الحديث إليه بأنها توافق على الزواج منه إن هو قبل بشرط أساسي، أن يتم توثيق الزواج من قبل عدلين. ومع أنه فطن إلى أن الفتاة على اطلاع بما يلزم القيام به، ومع أن ذلك باغته، فإنه رد بأن الأمر ممكن التحقيق، ثم حاول أن ينتقل إلى تحديد الصداق، ولكنها تصدت له وقالت إن قيمة الصداق هي آخر ما يشغل فكرها. أردفت أن عليه أن يأتي بإذن قاضي الأسرة بعد أن يبلغ زوجاته الثلاث بنيته الزواج من رابعة. وقتها فقط باح الشيخ بما لم يكن يعرفه كثيرون، ومنهم والد وفاء بجمع الخباز، وهو أن الشيخ الذي يطلب كثيرون بركاته لم يوثق سوى زواجه من امرأته الأولى، بيد أنه كان يتزوج الأخريات زواجا عرفيا يشهد عليه اثنان من أتباعه. قال إنه يريد أن يتزوج وفاء بتلك الكيفية، وإنه على استعداد لقراءة الفاتحة وأن يشهد على زواجهما شاهدين. حاول الشيخ أن يقنع وفاء ولكنه لم يفلح، إذ واجهته بأن ما يريده هو من وجهة نظر القانون ضرب من الفساد لا يضمن حقوقا للزوجة في حالة الوفاة أو عند الطلاق، ولا يؤمن حقوقا للأبناء الذين يولدون في إطار ذلك الزواج. أحس الشيخ أنه أهين، نهض وغادر دون أن يودع بجمع الخباز الذي استشعر غضبه عليه. يومها آلى بجمع على نفسه أن يزوج وفاء للشيخ وأن يزفها إليه ولو على نعش. الحلقة الثانية والأخيرة. كان الشيخ عبد الله الحامي معروفا في ذلك الحي الشعبي بالعرائش، لقد كان الرجل الذي تخطى الستين بعامين يلقي دروسا في الوعظ في المسجد الذي كان يتخذ من أحد أجنحته سكنا له ولنسائه الثلاث. كان رجلا استطاع أن يجمع حوله أتباعا كثيرين، وكان له تأويله الخاص لكثير من النصوص الشرعية. فتن الرجل بوفاء الخباز ابنة الفلاح البسيط بجمعة، وقد قرر أن يجعلها زوجته الرابعة، هي تلك التي أحرزت ذاك العام أعلى معدل في امتحانات البكالوريا. بعث إلى والدها واحدا من أقرب أتباعه إليه ليبلغه أن الشيخ عبد الله يريد وفاء زوجة له. فرح الرجل البسيط وقد يكون تظاهر بالفرح، إذ لا يحق له أن يبدي غير ذلك. كثيرون هم الذين يرجون القرب من الشيخ ولم يتسن لهم أن ينالوه، وها هو يأتي إليه يطرق بابه. ولكن بجمع الخباز اصطدم بمعارضة زوجته تزويج وفاء للشيخ. قالت إنها لا ترضى أن تكون ابنتها زوجة رابعة للفقيه، ثم هناك أيضا الفارق الكبير في السن. وقد انسجم موقف الزوجة تماما مع رفض البنت الزواج من الشيخ أو من غيره، لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة. ولكن الشيخ عبد الله الحامي لم يكن مستعدا للتخلي عما يطلبه، وقد سلط زبانيته على بجمعة، ومن خلاله جعلوا أسرته تعيش الجحيم. استشارت وفاء صديقة لها كانت تدرس في كلية الحقوق، علمت منها أن كل محاولة لتزويجها بالقوة يعاقب عليها القانون، وأن على الشيخ أن يخبر زوجاته وأن يحصل على إذن القاضي. كان قصد وفاء أن تعجزه لما طرحت تلك الشروط عليه حين جاء إلى منزل الأسرة بطلب منها. حاول أن يقلل من أهمية الشرط الأساس لوفاء وأن يختزل الأمر كله في قيمة الصداق. ولما لمس تشبث وفاء بموقفها نهض وغادر بيت الفلاح البسيط وهو لا يخفي سخطه، لم يكن قد تعود على أن يرفض له طلب.
آل أبو جمعة على نفسه أن يزف ابنته إلى الشيخ ولو على نعش. في اليوم التالي استقبلت وفاء صديقتها وأطلعتها على آخر تطورات، كما أخبرتها بأن والدها مصمم على تزويجها من الشيخ. أبلغتها صديقتها بأن كل اتصال يفرضه عليها الشيخ خارج ميثاق الزواج القانوني يعتبر اغتصابا يمكن التصدي له بكل وسائل الدفاع المشروع عن النفس. رسخت الفكرة في ذهن الفتاة الشابة التي فتنت الشيخ، وقد قررت أن تقاوم. كانت تعلم أن رجال الشيخ عبد الله الحامي يمارسون أشد أنواع الضغط على والدها، وقد هددوه بأن يجعلوه معزولا في الحي، هو الرجل البسيط الذي تعود أن يبادله السكان التحية وبعض الحديث. كانت تحس بأن والدها لا يمكن أن يكون ذلك السد الذي تحلم به كل فتاة ليحميها حين تشتد العواصف ويقوى الخطر. لم يكن لبجمع الخباز من الوسائل ما يتيح له الدخول في حرب مع الشيخ عبد الله. بعد أيام في غياب وفاء تلا والدها والشيخ عبد الله الفاتحة وقبض المهر وتحدد موعد الزفاف. تحول أبو جمعة الزوج الطيب والأب الحنون في تلك الأيام التي سبقت الزفاف إلى وحش كاسر. كانت نظراته غاضبة وكان كلامه غاضبا، لعله سعى أن يظهر بمظهر رب الأسرة المتحكم في شؤون أسرته والذي لا يجرؤ أي من أفراد العائلة على معارضته. في الحقيقة كان رجال الشيخ عبد الله يعيرونه بعد أن رفضت ابنته الزواج من الشيخ بأنه رجل لا شخصية له، وها هو يثبت لهم العكس، يظهر في قمة التجاوب مع مشيئة الشيخ عبد الله. كذلك سيقت وفاء إلى الشيخ بعد أن ألبست قفطانا بهيجا ودعتها أمها بعينين دامعتين. في باب بيته كانت تقف امرأة عجوز حاولت أن تمسك بها لتعدها للشيخ الذي كان في جانب من الغرفة يصلي ركعتين، ولكنها تفلتت من المرأة. كان الشيخ قد انتهى من صلاته، نهض مسرعا يريد الإمساك بها، ولكنها كانت تتهرب وقد ازدادت توترا لما رأته ينزع ثيابه. ولما ضجر من تهربها جاء بحبل كان يضعه في مكان خلف الباب، أراد تكبيلها صدته، اتخذ من الحبل صوتا وصار يضربها في أجزاء مختلفة من جسدها الغض. سقطت أرضا، حاول أن يكبلها ولكنها أسقطته على السجاد. في تلك اللحظة وهو يحاول النهوض وبطريقة ما التف الحبل حول رقبته. كانت فرصة لوفاء للتملص منها، جذبت طرفا من الحبل شدته بقوة، رأته يحاول أن ينزعه من رقبته ثم خارت قواه وسقط أرضا. لم تكن وفاء قد أدركت أنها قتلته. فتحت الباب فإذا المرأة العجوز واقفة هناك، حاولت أن تعيدها إلى الشيخ، ولما نظرت إلى داخل الغرفة رأته ممددا على الأرض. اقتربت منه، كانت عيناه جاحظتان وفمه مفتوحا ولا يتنفس، كان ميتا. صاحت العجوزا قد قتل الشيخ. التحق بالمكان ثلاثة أو أربعة من الشبان الملتحين، كانوا من ملازميه. لم يكن ممكنا التستر على الأمر، فالرجل له وزنه في الحي، ثم في النهاية هي جريمة قتل. تم الاتصال بالشرطة. لم يطل الانتظار إذ حضر العميد محمد بوغابة الذي تمكن من خلال جس نبض الفقيه من استنتاج وفاته. اتصل بالوكيل العام للملك وبرئيس المنطقة الأمنية، كما طلب حضور أعوان من مصلحة مسرح الجريمة للمساعدة في المعاينة والبحث. كانت وفاء منزوية في جانب من الغرفة وقد على وجهها الذهول، كانت تبكي. كان قفطانها الموشى بخيوط ذهبية قد مزق في أكثر من مكان. لم تكن تتصور أن معركتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ضراوة الشيخ ستؤدي إلى وفاته. لم تصدق أنها قتلته. كلف العميد أحد الأعوان باقتيادها إلى مقر المنطقة الأمنية وجعلها رهن إشارة الضابطة حليمة بوخاطر لتتلقى منها تصريحاتها الأولى. وكان العميد بوغابة
قد هاتف الضابطة وطلب منها أن تعمل على الكشف عن الفتاة بحثا عن كل أثر للعنف الذي يبدو أنها تعرضت له. لما رفعت جثة الشيخ عبد الله وحملت إلى المستودع البلدي للأموات، كان خبر مقتله قد سرى في الحي كما تسري النار في الحصيدة. تدفق العشرات من أتباعه على المسجد، كانت وجوههم واجمة، وفي هامش المشهد الذي تكون حول مسكن الشيخ الملاصق للمسجد بدأ الموضوع يحتل مكانا في النقاش، فقد سرى أن الشيخ عبد الله الحامي قتل على يد إحدى زوجاته بينما كان يعنفها، وفي رواية بينما كان يضربها. دخلت على الخط إحدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة المعنفة، وكانت رئيستها في المنطقة محامية معروفة، وقد استطاعت أن تقنع بجمع الخباز بتوكيلها للدفاع عن ابنته التي تواجه تهمة القتل، وقد تسنى لها بفضل ذلك مقابلة وفاء التي كانت قد أكدت في تصريحاتها أنها كانت تحاول صد الشيخ عبد الله لمنعه من اغتصابها. قالت إن الشيخ سلط أتباعه على والدها ليرغمها على الزواج منها، كما أنه رفض توثيق الزواج، وحين سيقت إليه أراد اغتصابها، ولما تفلتت منها جاء بحبل كان يريد أن يكبلها به ليشبع رغبته. أكدت أنه ضربها بالحبل، وقد عاينت الضابط حليم أبو خاطر آثار الضرب. استمع الباحثون إلى نسوة الشيخ الحامي. زوجته الأولى وحدها كانت لها وثيقة عقد الزواج، الأخريات كان يتزوجهن بقراءة الفاتحة بشهادة اثنين من أتباعه، فتيات كثيرات تزوجهن بتلك الطريقة. كما تم الاستماع إلى المرأة العجوز التي أقرت بأن مهمتها منذ سنين توضيب العرائس للشيخ عبد الله قبيل الدخول بهن. كشفت العجوز عن حالات كثيرة سبقت حالة وفاء، قالت إنهن كن بنات فقراء من أتباع الشيخ، ولم يكن أي من أهلهن يجرؤ على الكلام، كان الشيخ الحامي مستحوذا على عقولهم وألبابهم. أفضى البحث إلى إقامة الدليل على أن وفاء كانت ضحية محاولة اغتصاب، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. لما تم تقديمها أمام قاضي التحقيق قرر أن يضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقبل أن يأمر بنقلها إلى السجن بحضور محاميتها أبلغها أنه قرر حبسها حماية لها من الأتباع الكثيرين للشيخ الحامي الذين قد يريدون بها سوءا. وهي في السجن زارتها منظمة للدفاع عن المرأة مقرها الرباط، أبلغتها رئيسة الوفد بأنها أعدت لها مسكنا في الحي الجامعي، وخصصت لها منحة شهرية ستتسلمها مباشرة بعد أن تلتحق بالكلية. أمضت وفاء رهن الاعتقال نحو شهرين، ثم قرر قاضي التحقيق عدم متابعتها من أجل قتل عبد الله الحامي، وأدرج النازلة في خانة الدفاع الشرعي عن النفس. لدغة الآنسة دو سانتوس. في العاشر من غشت من العام 2001 في حدود العاشرة ليلا، وقعت حادثة سير بسالة الجديدة على الطريق المفضية إلى قنطرة سيدي محمد. لم تكن حركة المرور على تلك الطريق بالكثافة التي تعرفها طرق أخرى. أبلغ عن الحادثة من قبل رجل كان يقود سيارته على الطريق الملتوية، شاهد سيارة تزيغ عن مسارها وتهوي إلى أسفل المنحدر. كان العميد الراجلي عبد الرحمن مكلفا ليلتها بالمداومة، ما أن بلغ مكان الحادثة حتى طلب حضور رجال الوقاية المدنية للبحث عن السيارة وتوفير المعدات الضرورية لعملية الإغاثة. لما وصل المتدخلون إلى السيارة اكتشفوا بداخلها امرأة كانت ميتة، ملامحها أوروبية، سيارتها مسجلة في إسبانيا. بعد مسح للمكان وتفتيش دقيق للسيارة تم العثور على الحقيبة اليدوية للضحية. الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس مواطنة إسبانية في مستهل العقد الرابع من العمر، مهنتها صحفية. أبلغ وكيل الملك بالحادثة فطلب من العميد الراجلي الإبقاء على حراسة في المكان إلى الصبح، حيث ستنتشل السيارة من المكان السحيق الذي هوت فيه، والبحث بالتالي عن كل ما قد يفيد التحقيق.
وبما أن أسباب الحادثة لم تكن معروفة، فقد كان من الضروري أن تؤخذ عينة من دم الضحية من قلبها وتحليلها في المختبر للتأكد من نسبة الكحول التي قد تكون في الدم، وهو ما سيحدد ما إن كانت الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس في حالة سكر وقت الحادثة. نقلت جثة الضحية إلى المستودع البلدي للأموات، وتم إرسال برقية إخبار إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، إجراء يمليه كون الضحية مواطنة أجنبية فضلا عن مهنتها كصحفية. سويعات بعد ذلك كانت السفارة الإسبانية بالرباط قد بلغت بالحادث. في الصباح حضر إلى مفوضية الشرطة الملحق الإعلامي بالسفارة الإسبانية وقدم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالهالكة. قال إنها كانت تعمل لصحيفة البايس وإن إقامتها في فندق كذا، وذكر اسم الفندق الذي كانت تقيم فيه بشكل دائم. أكد الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي لجثة ماريا غونساليس دو سانتوس أنها توفيت نتيجة إصابات متعددة وفي جهات مختلفة من الجسم، ولعل القاتلة من بينها تلك التي كانت على مستوى الرأس. أكد الفحص الطبي أيضا أن الصحفية الإسبانية فارقت الحياة في حدود الساعة 10 من ليلة 10 من غشت. أكدت نتيجة التحليل المخبري لعينة من دم الهالكة أنها بالرغم من كونها تناولت بعض الخمر في عشائها الأخير فإنها لم تكن لحظة الحادثة في حالة السكر. في مستودع الشرطة جرى فحص السيارة، تناوب على فحصها عدد من الخبراء، ولكنهم حتى ضحى اليوم الموالي للحادثة القاتلة لم يتوصلوا إلى ما يفيد بوجود خلل فني ما أدى إلى الحادثة. ومع أن ما سبق لا يتيح مجالا واسعا للتحري، فإن العميد الراجلي لم يستبعد من حساباته أيا من الفرضيات، فالمنطقة التي وقعت فيها حادثة السير تكون خالية خلال الليل، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون الضحية تعرضت لاعتداء ما. غدت الحادثة في حدود 4 عصرا عاد الملحق الإعلامي للسفارة الإسبانية إلى مفوضية الشرطة وقدم معلومات إضافية، منها أن ماريا غونساليس دو سانتوس لم تكن متزوجة وأنها كانت تقود سيارتها برصانة، كما أنها لم تكن كثيرة الخروج ليلا، ولذلك فإنه يتعين التحري حول سبب وجودها على تلك الطريق بسلة الجديدة وفي تلك الساعة من الليل. تعميقا للتقصي طلب العميد من الخبراء فحص الواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وكذا العجلات. سريعا جاء الجواب، الواقية الزجاجية الأمامية تفتتت بينما انفجرت إحدى العجلتين الأماميتين. ما كشفه أيضا التحليل المخبري الذي أجري على عينة من دم الضحية أن ماريا غونساليس دو سانتوس كانت مصابة بمرض السيدا. لم يتغير مجرى البحث بالرغم من أن مصالح الشرطة اعتبرت المعلومة ذات فائدة. أن يكون شخص مصابا بالسيدا لا يعني أنه مقترف لجريمة، ولذلك اكتفى عميد الشرطة بنقل المعلومة إلى النيابة العامة التي أبلغت مندوب وزارة الصحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات. بعد 48 ساعة حلت بالرباط والدة ماريا لاستلام أمتعة ابنتها، تلك التي في غرفتها في الفندق كما تلك التي بحوزة الشرطة. افتقدت الأم مذكرة ابنتها ماريا غونساليس دو سانتوس، قالت إنها لم تكن تفارقها منذ صباها. تم تفتيش الصندوق الحديدي الذي كانت تكتريه في الفندق ولكن لا شيء. وفي محاولة للتخفيف من ألم أم الصحفية الإسبانية أمرت شرطة سلا بإعادة تفتيش السيارة، كما أعيد مسح المكان الذي سقطت فيه سيارة ماريا، لكن لم يتم العثور على أي شيء. سار دفتر مذكرات ماريا هاجسا يقض مضجع العميد الراجلي. في اليوم الرابع وأثناء لحظة استرخاء جاءت فكرة تفكيك كراسي السيارة، فقد تكون المذكرة علقت في جهة ما من أرضية السيارة. نهض العميد مسرعا، أمر بتفكيك كراسي السيارة، وما كاد المكلف بالمهمة يرفع الكرسي الأمامي حتى ظهر للعميد كيس من الجلد معلق أسفل الكرسي، بداخله كانت المذكرة. لم يكن العميد يجيد اللغة الإسبانية،
كان سعيدا باكتشاف المذاكرة المفقودة، لأن ذلك سيسعد تلك الأمة المكلومة والدة ماريا غونزاليس دو سانتوس. كاد يهاتفها ليزف إليها الخبر، ولكن فضوله البوليسي أوحى له أن يتريث إلى أن يعرف ما دونته ماريا قبل موتها في حادثة السير. عدم معرفته باللغة الإسبانية اضطره إلى الاستعانة بزميل له يعمل في المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب، كان يجيد الإسبانية. أسرار كثيرة ضمنتها ماريا غونزاليس دو سانتوس تلك المذكرة، أسرار تعود إلى سنوات بعيدة وأخرى إلى زمن قريب. باحت المذكرة بسر إصابة ماريا بداء السيدة. كتبت أن صحفيا أمريكيا وكان رجلا جذابا استهواها، أقامت معه علاقة جنسية غير محمية فأصيبت بمرض السيدة. تقول ماريا إنها ما أن تيقنت من أنها مصابة بالمرض الفتاك حتى آلت على نفسها أن تنقله إلى أكبر عدد ممكن من الرجال. كانت ماريا غونزاليس دو سانتوس وهي في مطلع عقدها الرابع امرأة جذابة، كانت تستهدف كل شاب وسيم تصادفه، أحيانا تصنع المناسبة للإيقاع بمن تستهدف. عندما حلت بالمغرب تعرفت إلى عمر الرياحي، وكان صحفيا شابا من تطوان ينحدر من أسرة أندلسية. كان عمر وسيما وكانت ماريا تصطاد ضحاياها من بين الوسيمين. أغوته بحركاتها ثم تمنعت. قضى زمنا يلاحقها، أسابيع منذ أن تعرف إليها في أصيلة، وأخيرا تمكن منها، ولعلها مكنته من نفسها. كان ذلك في ليلة 30 من مايو من العام 2001 لما فتحت له باب غرفتها في الفندق. استضافته 7 ليال، وكان عمر يلاحظ خلواتها الطويلة في الحمام، لم تكن تستحم في كل مرة، كما لاحظ أن مذكرة تلازمها. ذات ليلة أراد أن يعرف ما في المذكرة، سقاها حتى أسكرها، ولما فتح المذكرة يا لهول ما اكتشف. كتبت بخط يدها أنها نقلت إليه مرض السيدة. ذهل العميد الراجلي مما اكتشف في دفتر مذكرات ماريا غونزاليس دو سانتوس. أبلغ رئيسه بالأمر إذ لم يسبق له أن تعاطى مع قضية مماثلة. أمره الرئيس باستنساخ المذكرة ثم تسليمها إلى والدة ماريا. وجد العميد الراجلي نفسه في مواجهة تطور لم يكن مرتقبا، عليه الآن العثور على عمر الرياحي. مضت 3 أشهر ولا أثر له. أبانت التحريات بأنه غادر المغرب إلى إسبانيا عبر ميناء طنجة. في 13 نوفمبر تقدم عمر الرياحي إلى شباك الأمن بباب سبتة، كان قادما من إسبانيا، ما أن تعرف عليه مسؤول المصلحة حتى دعاه إلى مكتبه، أبلغه بأنه مطلوب حضوره إلى مفوضية الشرطة بسلا لأمر يهمه. حاول أن يعرف الموضوع، ولكن مسؤول مصلحة الشرطة في باب سبتة لم يكن على علم بالموضوع. اضطرب عمر، ولذلك ما أن وصل إلى سلا مساء ذلك اليوم حتى تقدم لدى مفوضية الشرطة. هناك استقبله العميد الراجلي، كان يريد أن يبلغه الخبر المشؤوم، خبر إصابته بالسيدة، ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك. بادره بالسؤال عن علاقته بالصحفية الإسبانية ماريا غونزاليس دو سانتوس. أجهش عمر بالبكاء، وما أن هدأ قليلا حتى سأل العميد: كيف عرفتم أنني القاتل؟ كان ردا مفاجئا. اعتدل العميد في مجلسه أخفى اندهاشه لما قاله عمر الرياحي، وبنبرة هادئة تماما رد عليه: الشرطة تستطيع اكتشاف الحقيقة لأن الجنات يتركون دائما خيطا يقود إليهم. سرد عمر حكايته مع الصحفية الإسبانية بتفاصيلها إلى أن اكتشف أنها نقلت إليه مرض السيدة. في تلك اللحظة قرر الانتقام منها، تعلل بزيارة إلى عائلته في تطوان ووعدها بأنه عائد إليها بعد 3 أيام. لما عاد دعاها إلى منزله في سلا الجديدة. قال عمر إنه خرج حين دخلت هي إلى الحمام لتغتسل قبل أن تعود إلى فندقها. قصد إلى سيارتها، قطع أنبوب زيت الفرامل بعد أن نصب مسامير تحت العجلات.
لما غادرت تبعها، ظل يرقبها إلى أن هوت بسيارتها في المنحدر. عاد إلى بيته، جمع أغراضه وما كان لديه من مال، ثم غادر إلى تطوان. فوت كل ما يملك إلا بيت والديه الهالكين، فقد حبسه على الفقراء. عبر إلى إسبانيا، كانت ضحاياه كثيرات ممن نقل إليهن مرض السيدا. قال عمر في اعترافاته إنه لم يكن يعتقد أن الشرطة ستكشفه يوما ما. استمع العميد الراجلي باهتمام إلى اعترافات عمر الرياحي، وعيد فحص سيارة ماريا غونساليس دو سانتوس، اكتشفت المسامير بين أشلاء العجلات وتجلى القطع الذي طال أنبوب زيت الفرامل. أبلغ العميد رئيسه باعترافات عمر، وتم الاتصال فورا بالوكيل العام للملك، لأن الأمر لم يعد الآن من اختصاص المحكمة الابتدائية. انتقل الوكيل العام إلى مفوضية الشرطة بسلا مصحوبا بقاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال عمر الرياحي. أمر قاضي التحقيق بأن يوضع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع مطالبة مدير السجن بعزله عن باقي السجناء لما يمثله من خطر عليهم. قبل أن ينقل من مقر مفوضية الشرطة بسلا إلى السجن، طلب عمر الرياحي من العميد الراجلي أن يطلعه على آخر ما دونته الصحفية الإسبانية في دفتر مذكراتها. كتبت ماريا غونزاليس دو سانتوس: مسكين عمر، اعتقد باستضافتي في بيته أننا بدأنا حياتنا كعاشقين، لم يكن يعلم أنني على موعد مع ضحية أخرى في الفندق في 11 ليلا. لسون أنيق. خلال العام 2007 سجلت سلسلة من الاعتداءات تعرض لها مسافرون على القطارات المتوجهة من الرباط إلى وجدة، وتلك التي تنطلق من الدار البيضاء إلى مراكش. تشابهت سيناريوهات تلك الاعتداءات التي ارتكبت بين شهري مارس وشتنبر. كان الضحايا يتعرضون لعملية تخدير، ثم يسلبون ما بحوزتهم من مال أو أشياء ثمينة. في المجموع تم تسجيل 20 شكاية، وصار الأمر مصدر قلق كبير إن بالنسبة للمسافرين على متن تلك القطارات أو بالنسبة لمصالح الأمن. كان آخر ما تم تسجيله شكاية من رجل كاد يفقد حياته بفعل المخدر الذي استعمله الليس. وفدت على المديرية العامة للأمن الوطني تقارير في هذا الشأن من وجدة وتازة ومن فاس والخميسات ومن سطات ومراكش. كان القسم المشترك لتلك التقارير أن الفاعل المفترض شاب في 30 من العمر، أسمر البشرة، طويل القامة، أنيق الملبس، ويتقن الحديث باللغتين العربية والفرنسية. كل الضحايا قالوا إن أناقة مظهره ولباقة حديثه لا يتركان منفذا للشك في أنه مجرم. عنصر آخر، كل الضحايا كانوا من ركاب الدرجة الأولى، وكلهم صادفوه بينما كانوا وحيدين في إحدى المقصورات. مؤلم ما تعرض له الضحايا، لا أحد يستطيع تجاهل الآثار النفسية فضلا عن البدنية التي أصابتهم. وبالنسبة للخبير في قضايا الإجرام، فإن الذي حدث على متن رحلات القطار تلك الطويلة أو المتوسطة يعتبر أحد تمظهرات تطور الفعل الإجرامي الذي يقتضي تطوير وسائل التصدي له ومحاربته. في كل الاعتداءات يفاجأ الضحايا بدخول الشاب الأنيق المقصورة متلطفا، يستأذن ولا تفارق محياه الابتسامة، ثم يجلس في الكرسي المقابل لضحيته. يتريث بضع دقائق، ثم يخرج من حقيبته الأنيقة ملفا ما يلبث أن ينكب عليه. من حين لآخر كانت تعلو وجهه تعابير تنم عن استياء ما، ثم يتلفظ بعبارات فرنسية في الغالب تنم عن غضب، وفجأة يرفع نظره إلى الجالس في الكرسي المقابل، يعتذر، ثم ينخرط في تبرير انفعاله غير المقصود بكون موظفي شركته كثيرا ما لا ينفذون تعليماته بأمانة. يتنفس نفسا عميقا، يأخذ الملف ثم يعيده إلى الحقيبة، وفجأة يخرج قنينة بها عصير وكوبا بلاستيكيا، يملأه ثم يشربه دفعة واحدة، يبدي انتعاشه، ثم
يتظاهر بأنه أساء التصرف إذ لم يتقاسم شرابه مع شريكه في المقصورة، يبادر إلى إخراج كوب جديد من حقيبته يملأه بالمشروب ويقدمه إلى الذي في الكرسي المقابل. الذي يحدث وفق ما استخلص من الروايات المختلفة أن الضحية يفقد الوعي وينام نوما عميقا، ولما يستيقظ بعد ساعتين على الأقل يكتشف أن شريكه في المقصورة قد اختفى بعد أن سلبه ما كان معه من مال وأشياء ثمينة. تولى العميد محمد المغروس دراسة الملفات الخاصة بكل الاعتداءات، يساعده في ذلك فريق المتخصص، وقد خلص إلى أن الفاعل في كل تلك الاعتداءات شخص واحد، إذ تطابقت الأوصاف التي قدمها الضحايا بشأنه، وأن الاعتداءات وقعت على متن عربات الدرجة الأولى، وأن الضحايا كانوا وحيدين في إحدى المقصورات، وأن الاعتداءات وقعت على متن القطارات السريعة التي لا تتوقف في المدن الصغيرة، وأن أي اعتداء من قبيل ما ورد لم يسجل على رحلات المسافات القصيرة بين الرباط والدار البيضاء مثلا. ثم ضمن الخلاصات أيضا أن أغلب الاعتداءات وقعت على متن القطارات التي تنطلق من الرباط إلى وجدة، ربع الاعتداءات فقط وقع على متن القطارات المتجهة من الدار البيضاء إلى مراكش. تلك هي الاستنتاجات الأولية التي خرج بها العميد محمد المغروس وفريقه. إلى كل ذلك تضاف خلاصات التحاليل المخبرية التي خضع لها الضحايا، والتي أكدت أنهم تناولوا مشروبا ممزوجا بمادة تسبب النوم العميق لأكثر من ساعتين، وأنها قد تؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. تأسيسا على تلك الخلاصات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمجرم، شارك في إعدادها رؤساء المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية في المدن التي تمر منها القطارات التي وقعت على متنها تلك الاعتداءات. كانت الخطة تعتمد على لعب بعض عناصر الشرطة من مفتشين ومفتشات أدوار الضحايا المحتملين، وبتنسيق مع إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية تم تخصيص مقصورتين في كل خط من الخطين الرابطين بين الدار البيضاء ومراكش وبين الرباط ووجدة لتنفيذ الخطة. كانت التعليمات التي تلقاها المفتشون والمفتشات واضحة، أن يتفادوا شرب ما قد يقدم إليهم وأن يرفضوا بلباقة حتى لا يثيروا الانتباه. الأوصاف التي قدمها الضحايا مكنت من رسم صورة روبوتية للمشبوه فيه، وقد أعطيت كل واحد من المشاركين في تنفيذ الخطة نسخة منها، كان المطلوب الإطباق عليه متلبسا ومعه ما يثبت تورطه. على مدى أسبوع سافر مفتشون ومفتشات على متن القطارات المتجهة إلى مراكش وتلك التي كانت وجهتها وجدة، ولم يتم تسجيل أي نتيجة تذكر، وحسب بعض المشرفين على تنفيذ الخطة أن المجرم غير مجالات تحركه، ولكن التعليمات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني لم تكن تترك مجالا لأي نقاش، يجب الوصول إلى الهدف. بعد أسبوعين من بداية تنفيذ الخطة كانت المفتشة خديجة شلال على متن القطار المتوجه من فاس إلى وجدة، كانت وحيدة في مقصورة بعربة الدرجة الأولى. بعد دقائق من مغادرة القطار محطة فاس وقف بباب المقصورة شاب أنيق الملبس طويل القامة، كانت تنطبق عليه كل الأوصاف التي أدلى بها الضحايا. استأذن بالجلوس، لم تبدي أي اعتراض، ولما جلس في الكرسي المقابل لها انتابها بعض الخوف، ثم ما لبثت أن تماسكت إذ تذكرت أنها ليست وحيدة، ففي المقصورة المجاورة رجال على أهبة التدخل، ثم إن لديها من المؤهلات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. وما أن اطمأن الرجل في جلوسه حتى أخرج من حقيبته ملفا سميكا، كانت المفتشة خديجة تراقب تحركه دون أن تثير انتباهه، فقد بدأ في تنفيذ سيناريو عمليته، كانت تتوقع الذي سيأتي. بدأ يهمهم وهو يقلب صفحات في ذلك الملف، ثم نظر إليها واعتذر بأن موظفي شركته لا يقومون بالمطلوب منهم على الوجه الأكمل. أعاد الملف إلى الحقيبة الأنيقة
ثم أخرج كوبا بلاستيكيا وملأه بمشروب من قنينة أخرجها من الحقيبة. شرب ما بالكوب دفعة واحدة. تعمدت المفتشة خديجة النظر إليه وهو يشرب. كان الغرض أن يفهم أنها تود لو تقاسم معها المشروب. بالنسبة إليه كانت تلك علامة على أن الضحية صارت جاهزة. أخرج كوبا بلاستيكيا أصفر هذه المرة، ثم أخرج القنينة من المحفظة وملأه وقدمه إلى شريكته في المقصورة. تناولته منه شاكرة ووضعته على الطاولة التي سحبتها من جانب المقعد. كان ينظر إليها مبتسما. فتحت حقيبتها اليدوية وتظاهرت بأنها تبحث عن شيء ما. نبهها إلى أن القطار يسير بسرعة وأن الكوب قد ينقلب. ردت بأنها تبحث عن دواء عليها أن تتناوله في أوقات محددة وأن الوقت لم يحن بعد. فتح حقيبته من جديد وأخرج ملفا آخر، تصفحه ثم بدا وكأنه يكتب شيئا ما. كان من حين إلى آخر يسترق النظر إليها. بعد ربع ساعة نفذ صبره، نهض وأخذ الكأس وناولها إياه. صدته وقالت له إن إلحاحه عليها مبالغ فيه ويدفع إلى الشك. ضحكت وطلبت منه أن يشرب منه أولا حتى يبدد شكوكها. لم يكن يتوقع ردة الفعل تلك. سكت وأعاد ما في الكأس إلى القنينة. بعد لحظات تصنعت الاعتذار له. قالت له إن المسافة طويلة حتى وجدة وإنها سوف تطلب منه العصير لاحقا. كانت المفتشة خديجة شلال قد بعثت بإشارة إلى زملائها على متن القطار بأن الهدف معها في المقصورة. لما تظاهرت بالبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية ضغطت على زر اللاسلكي مرة واحدة. كانت الخطة تقتضي أن تضغط مرتين إن هم الهدف بالانصراف. بعد الرد الذي قابلته به خديجة بدا وقد صوره شك في نجاح ما كان يهم به. جمع ملفه وأقفل حقيبته وأراد الخروج. كانت المفتشة قد بعثت بالإشارة الثانية. وما أن وقف وفتح باب المقصورة حتى وجد اثنين من المفتشين في انتظاره. أعيد إلى داخل المقصورة، صفد وفتش. كانت في حقيبته قنينة المشروب. أخذت المفتشة الملف الذي كان يقلبه في يده. وجدته يحتوي على قصاصات من الجرائد. كان قد كتب مرات عديدة عبارة ستسقطين في الفخ أيتها الجميلة. ضحكت المفتشة خديجة وقالت له ألا ترى أنك سقطت في فخك؟ تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو المختار عجوب المنحدر من مراكش. أنزل في محطة جرسيف ثم نقل إلى الدار البيضاء. تعرف عليه عدد من ضحاياه. وأكدت التحليلات المخبرية أن ما كان يمزج به المشروب الذي يناوله ضحاياه مادة مخدرة شديدة المفعول. كان ما ضبط بحوزته من أدلة كافيا لحمله على الاعتراف بتفصيل بكل ما اقترفه من جرائم. أحيل على النيابة العامة بتهمة السرقة وإعطاء مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا. لحظة الحسم لحظة حرجة. كان جعفر الخلوف المزداد في الخامس من نوفمبر من العام 85-900 الابن البكر في أسرة تتكون من الأب الذي كان يعمل حارسا ليليا وأم ربة بيت وثلاثة أطفال عدا جعفر لا يتجاوز عمر أكبرهم 12 عاما. كانت الأسرة تسكن الحي المعروف في الرباط بحي البويتات. كان والد جعفر رجلا مكافحا يبذل قصارى الجهد لتوفير لقمة العيش لأسرته. وكان جعفر ولدا مهذبا شغوفا بالدراسة والتحصيل. كان كما أبناء كثيرين من العائلات الفقيرة يرى الخلاص في الحصول على الشهادات الدراسية العليا. كان حلمه أن يتمكن يوما ما من مساعدة والده وإخراج أسرته مما هي فيه من عوز. في العام 2004 كان جعفر الخلوف كأقرانه يستعد لاجتياز امتحانات البكالوريا. كان يمضي الليالي في مراجعة الدروس. ذات مساء بينما كان يراجع رفقة بعض الأصدقاء أحس بصداع رهيب.
لعله ناتج عن الإرهاق، كذلك ظن جعفر. وكان في المجموعة شاب ناوله قرصا ماء ابتلعه حتى شعر بتراجع للألم. في اليوم التالي تقريبا في الوقت ذاته أحس جعفر الخلوف بصداع في الرأس، ولم يكن الذي ناوله القرص موجودا، فاضطر إلى الذهاب عنده إلى البيت حيث ناوله قرصا آخر. لم يكن جعفر وهو يلتجئ إلى صاحبه ذاك يعلم أنه وقع في شرك الإدمان، وأن صاحبه لم يكن سوى مروج للأقراص المهلوسة في حي البويتات. ساءت حالة جعفر وصارت حالة الهيجان تلازم نوبات الصداع، ودخل في الدوامة. لم يجتز الامتحانات، وضاع كل ذلك الجهد الذي بذله خلال عام كامل. انقلب مجرى الحياة في بيت أسرة محمد الخلوف رأسا على عقب، وصار الشاب يبتز والديه لشراء الأقراص المهلوسة، تلك التي تسمى القرقوبي، وبالتدريج صار يستعمل العنف ضد والديه وإخوته. تبدل سلوكه ولم يعد ذاك الفتى المهذب القدوة، صار يعرف في حي البويتات بجعفر الحلوف للعنف الذي صار يطبع سلوكه، خاصة حين لا تتوفر لديه تلك الحبوب المخربة. من بين سكان الحي رجل أمن اسمه بجمع الطاهر، كان يعمل شرطي مرور، رجل في الخمسين من العمر، عرف عنه تفانيه في عمله واستقامته، وكان قد استقر في البويتات منذ عدة سنوات، حيث بنى بيتا متواضعا لأسرته على بقعة أرضية ورثها عن والده. كان السي بجمعة كما ينادونه في الحي شرطي مرور معروف في الرباط. كانت حركاته وهو يواجه تلك السيول من السيارات تلفت إليه الأنظار، كان رجلا محترما. في حي البويتات كثيرا ما لجأ السكان إلى باب سي بجمعة طلبا للمساعدة في حل مشكلة إدارية أو سعيا وراء نصيحة، ولم يكن الرجل يبخل على من يطرق بابه. وكذلك جاء إلى منزل السي بجمعة والد جعفر يطلب مساعدته على إيداع ولده جعفر مستشفى الرازي للأمراض العقلية. حكى الرجل للسي بجمعة كيف أن ابنه البكر تحول من شاب له طموح وأحلام إلى مدمن على القرقوبي. كل الناس يعلمون أن مروجي تلك الحبوب التي تذهب بعقول الشباب يؤتى بها إلى أبواب المدارس، وأحيانا إلى داخل فصول الدرس. حالات كثيرة سجلت في أبواب مدارس ابتدائية، وكثيرا ما يكون المروجون من بين التلاميذ أنفسهم ممن يستقطبهم كبار المروجين لتلك السموم. حلق الحديث الذي دار بين السي بجمعة ووالد جعفر في عموميات كثيرة تخص الظاهرة. غادر محمد الخلوف والد جعفر وقد وعده السي بجمعة بأنه سوف يعمل كل ما في وسعه لمساعدته. كان ضغط جعفر يزداد على أسرته، وصارت والدته تقتسم معه المصروف اليومي للأسرة تفاديا لنوبات هيجانه التي تنتهي في كل مرة بتكسير ما بقي من أثاث أو السطو على آنية أو غطاء لبيعه وشراء القرقوبي. بعد ثلاثة أيام التقى السي بجمعة بمحمد الخلوف وأبلغه أنه تمكن من الحصول على موعد لجعفر في مستشفى الرازي. في اليوم المعلوم أحضرت سيارة إسعاف وتم تكبيل جعفر ونقل إلى مستشفى الرازي. كان أمل والده أن يقبل الطبيب بإيداعه المستشفى حتى يتمكن من التخلص من إدمان القرقوبي. كان الانتظار في باب مستشفى الرازي طويلا، وكان وجود بائعي السندويشات والبيض المسلوق والمياه المعدنية والفريت والخبز ينبئ القادم إلى المستشفى بأن الانتظار سيطول، وكذلك طال انتظار محمد الخلوف وولده جعفر. كانت طبيبة متمرنة تتولى إعداد الملفات بيد أن قرار الحسم يعود إلى الطبيب المسؤول الأول عن المستشفى. وقد استغرب أبو جعفر يومها كيف أن ولده الذي كان طوال الوقت في حالة توتر يلتزم الهدوء. كان يود لو جاءته نوبة الهيجان حتى ترى الطبيب ما يفعل به الاحتياج إلى القرقوبي، ولكن الشاب ظل هادئا. دونت الطبيبة المتمرنة كتابات في ملف جعفر، ثم كتبت وصفة وقالت للرجل عد بولدك إلى البيت وأعطه هذا الدواء لمدة شهرين. كبيرة كانت خيبة أمله. عاد بولده جعفر إلى البيت، وعاد جعفر إلى سابق حالاته،
وأيقن الرجل أن قدره ألا يخرج من الدوامة. مع الوقت لم يكن جعفر يأتي إلى البيت إلا للحصول على مال يشتري به المخدر، بل إنه تدرج في سلم العنف وصار يتنقل في حي البويتات ومعه سيف حقيقي. كان السكان يحتاطون من تقلبات مزاجه. مساء السادس من ماي من العام 2005 كان شرطي المرور سيبو جمعة عائدا إلى منزله بعد يوم من العمل. كان كل ما يفكر فيه أن يبلغ بيته ويأخذ قسطا من الراحة، وكعادته عرج على سوق الخضر والفواكه بالأحباس، حيث تعود أن يعود إلى البيت حاملا معه بعض ما تحتاج إليه أسرته. وبينما هو عند بائع الخضر لمح جعفر الحلوف مقبلا وقد أشهر سيفه، كان يهدد المارة والمتسوقين. تظاهر الشرطي بجمعة بأنه لم يره، ولكن جعفر رآه وأقبل نحوه رافعا سيفه. ظن الشرطي أنه سيمضي إلى حال سبيله، ولكن الشاب كان في حالة هيجان. توقف غير بعيد عن سيبو جمعة وصار يكيله الكلام النابي، ولما لم يرد عليه اقترب أكثر وهم بأن يوجه إليه ضربة إلى الوجه. تراجع الشرطي إلى الوراء وابتعد من كان بقربه من المتسوقين والمارة، ولكن هيجان جعفر ازداد. انقض على الشرطي ثانية فاتقى ضربة السكين بدراجته الهوائية، ولكن جعفر أعاد الكرة. في تلك اللحظة أخرج سيبو جمعة مسدسه وقال لجعفر إنه سيطلق نار ولم يكف، ولكنه لم يتوقف. ولما حاول الهجوم من جديد أطلق عليه الشرطي النار، أصابه في العنق. كانت طلقة واحدة، خر إثرها جعفر سريعا. اتصل أحدهم بشرطة النجدة وأبلغ عن مقتل شاب برصاص رجل شرطة في سوق الأحباس. حضر والي الأمن شخصيا ومعه وكيل الملك. تم تطويق مسرح الأحداث وشرع في البحث عن شهود. لم يتقدم أي شخص ممن تابعوا الوقائع للإدلاء بشهادته. اقتيد الشرطي إلى مقر ولاية الأمن بعدما سلم سلاحه المهني. تم توجيه ملتمس إلى قاضي التحقيق للبحث في الموضوع. حكى الشرطي بجمعة تفاصيل التفاصيل في الذي حدث قبل أن يضطر إلى استعمال مسدسه دفاعا عن النفس. قرر قاضي التحقيق إيداع الشرطي الاعتقال الاحتياطي. في اليوم التالي مضى محمد الخلوف إلى المستودع البلدي للأموات حيث تسلم جثة ولده جعفر. تم الدفن عصر ذلك اليوم، وكان أبو جعفر قد سمع روايات متناقضة حول الذي حدث لابنه مع الشرطي سيبو جمعة. كانت بعض الروايات تحثه على متابعة الشرطي. بعد أن عاد من المقبرة فكر محمد الخلوف مليا في الأمر. أمضى الليل يفكر، وفي الصباح في صمت نهض وتوجه إلى المحكمة يريد مكتب قاضي التحقيق. لم ينتظر طويلا. لما سأله القاضي عما يريد قال الرجل المكلوم إنه جاء ليقول كلمة حق. الشرطي لم يقم سوى بالدفاع عن نفسه. بعد تدوين أقوال والد جعفر في محضر رسمي بوشرت مسطرة إخلاء سبيل الشرطي بجمعة الطاهور. وسيظل سكان حي البويتات يذكرون هذه القصة المأساوية كواحدة من نتائج تلك المخدرات التي تروج في أبواب المدارس، يغتني بها أفراد بلا ضمير وتذهب بعقول وحياة شبان في عمر الزهور.